لم تمر ليلة الاثنين على يوم الثلاثاء بسلام على عشاق المغنية الأمريكية أريانا غراندي، حيث سقط أكثر من 22 مواطنا بريئا من بينهم أطفال ضحايا عمل انتحاري إرهابي، إلى جانب العشرات من الجرحى، حيث فجر أحد الانتحاريين نفسه وسط حشد من عشاق الموسيقى على قاعة أرينا الشهيرة في مدينة مانشستر شمال إنجلترا. All acts of terrorism are cowardly attacks on innocent. كل الأعمال الإرهابية تصرفات غبية لإزهاق أرواح الأبرياء، لكن هذا العمل الإرهابي الأكثر إجرامية من بين كل تلك الأعمال استهدف قتل الأبرياء والمراهقين الذين كانوا يستمتعون بيوم كان يجب أن يكون من الأيام المهمة والممتعة في حياتهم. أكدت المصادر الحكومية البريطانية بأن العملية التي استهدفت مدينة مانشستر عملاً إرهابياً، وأن القوى الأمنية والشرطة تلاحق خيوط المتورطين بالجريمة بعد أن تعرفت على الانتحاري، كما لا زال الوضع في المدينة في حالة حذر شديد وتوتر خوفاً من أعمال إرهابية ارتدادية أخرى ممن يرتبطون بخلايا إرهابية نائمة. This is clearly a very concerning time for everyone. هذا وقت مؤثر للجميع، ونحن إلى الآن نعمل على قدر الإمكان لمساعدة هؤلاء الذين تأثروا، ولا زلنا إلى الآن نستلم معلومات وتقارير جديدة عن الحادث، وسوف نوضح ماذا حصل عندما تتضح الصورة عندنا تماما. مما يجدر ذكره بأنه في 23 من شهر مارس آذار الماضي حصل عمل إرهابي استهدف البرلمان البريطاني، حيث عمد أحد الإرهابيين إلى قتل أحد أفراد الشرطة بسلاح أبيض قبل قتله من زملاء الشرطي المغدور، كما أن حصيلة عملية مانشستر تعتبر الأكثر دموية منذ تفجيرات 7 تموز 2005 التي طالت محطات الأنفاق وباصات النقل العمومي في لندن، والتي راح ضحيتها أكثر من 60 شخصا وعشرات الجرحى. أستطيع أن أقول بالإضافة إلى الإرهاب الذي قتل، هناك 22 شخصا قد ماتوا و59 جرحى قد توزعوا على مستشفيات مانشستر. لقناة العراقية نيوز، أحمد الحلفي، لندن.